الصورة هنا لفندق من الطراز الرفيع يتوفر على جميع التجهيزات والمرافق العالية الجودة، لكن غرفه هذه الأيام تبدو خاوية. المعضلة الأولى اللي كيعانوا منها السياح القادمين إلى هذا الوجهة اللي هي ورزازات هو المعبر ديال تيشكا. الإكراه الثاني هو أن كاين واحد التذبذب في الوتيرة ديال الجودة ديال الخدمات اللي يمكن تقدمها الفنادق في ورزازات. كنظن بان الانخفاض ديال هذه السنه الحاليه كاين انخفاض كبير، نقدر نقول ان النسبه ديال 60% مقارنه مع السنوات الماضيه. وكنظن بان الاسباب اللي كترجع بشكل كبير لان المطار كنقطه اولى في ورزازات انه ما كيستقبلش عدد كبير ديال الطائرات اللي كيمكن انهم يساعدوا المنطقه بانه يكون واحد العدد كبير ديال السياح اللي كيوصلوا. من جهتنا توجهنا بالسؤال الى مسؤول فندقي بالمدينه ليوضح لنا بدوره اسباب هذا التدني. الى خدينا ورزازات على الخصوص، فورزازات حاليا عندها واحد المنافسه ما بين مراكش واكادير اللي كيبعثوا ليها السواح. دابا حتى هما في ازمه يشدوا السواح بتخفيضات مهمه اللي ورزازات كمنطقه اللي غادي تسمح بجولات سياحيه لهذوك السواح اللي كاينين في مراكش او في اكادير، كتولي هي مضطره اما ما كيجيوهاش السواح نهائيا اما خصها تخفض عاوتاني اثمنه. فاوروبا ما كتصيفط لنا حنا السواح حتى كتقضي تتاخذ ايطاليا وتتاخذ اسبانيا وكتاخذ اليونان، عاد كيجيو للجنوب ديال البحر الابيض المتوسط. هي مجموعه من الاسباب والمشاكل يواجهها المجال السياحي بمدينه ورزازات، فرغم اختلاف الاراء والتوجهات تبقى النتيجه افلاس العديد من الفنادق والتي كانت لوقت قريب تعج بالسياح. و